متابعي ومشاهدي موقع ام مصر في كل مكان، معكم الصحفي محمد فتحي مع شكاوى الملاك لشركه مصر ايطاليا للاستثمار العقاري وبعض المشاكل التي تخص الملاك مع هذه الشركه. في البدايه عايزين نتعرف على المشكله. المشكله يا فندم ان دي مولات، دي مولات مبدئيا المفروض ان احنا شغلنا ان احنا متعاقدين معاها كوحدات، المفروض ان الشركه مسؤوله انها تاجر الوحدات دي مقابل 20% و80% للملاك. اولا تعاقدنا في 2015، التسليم 2018، اتاخروا اشتغلوا في 2020. لما اشتغلوا في 2020 فين العائد؟ شيء لا يذكر. طب فين كشف الحساب؟ لا يوجد كشف حساب معتمد حتى الان. طب لو سمحتوا ايه الموضوع؟ قالوا احنا فشلنا في ادارتها. طب ادونا احنا المحلات نستلمها. اتفضل حضرتك الترافيك هنا، بص المنظر، بص حضرتك بعد اذنك العربيات، مفيش مكان للعربيه قدام المول. المول اهو حضرتك زي ما انت شايف كده متعاقدين معاه. التعاقد تم على 3 مولات للملاك: جاردن ايت تجمع، ايطاليا سكوير اكتوبر، ايطاليا سكوير الشروق. تمام. مش بس كده، انا احد ادمن جروبات التواصل الاجتماعي لدى الشركه. انا يوميا بيجي لي طلبات انضمام جديده من ناس كلها بتسال عن المحامين المتعاملين مع الشركه في الاداري في التجاري. بسم الله الرحمن الرحيم. انا المهندس اسامه. انا طبعا كنت مهندس شغال في الخليج وجاي لي مرض نادر في عينيا. تمام. بتحويش العمر انا كان قدامي خيارين، يا اما اعالج عينيا يا اما استثمر تحويش العمر، دي حاجه تجيب لي عائد اصرف فيه على اولادي وفي نفس الوقت اعالج عينيا. طبعا حطيت تحويش العمر في الشركه نفسها اللي هي مول جاردنيت واشتريت فيها، ولغايه دلوقتي ما فيش ولا جنيه جالي منها. فطبعا انا دلوقتي بقيت لا عارف اصرف على عيالي ولا عارف اعالج عينيا ولا عارف اشتغل ولا في اي عائد بيجي لي عشان اصرف منه. فطبعا انا بناشد المسؤولين ان هم يحلوا لنا مشكلتنا، ان احنا برضو لينا حقوق في الشركه، المفروض ان هم يبصوا لنا حتى لو بعين الرأفه يعني. فاحنا بنطالب بكشف حساب معتمد، ان الناس اللي جالها كشف حساب جالها كشف حساب ورقه فاضية كده فيها مجرد شوية أرقام وخلاص، لا هي معتمدة ولا فيها إختام ولا فيها أي حاجة عن الشركة. فإحنا بنطالب المسؤولين إن هم بنناشد المسؤولين إن هم يتابعوا القضية بتاعتنا. إحنا طبعا ماشيين في القضاء والقضاء بتاعنا إن شاء الله هيجيب لنا حقنا، بس الموضوع موضوع وقت. فإحنا طول الوقت ده هنعمل إيه وهنصرف منين؟ بس شكرا.